كبيرة الحجم، يعني هي في الاسكاب زي دي او ضعفها مرة او مرتين حسب عدد المرشحين. بطاقة القوائم صغيرة الحجم، يا دوبك بحجم اكبر قليلا من كف اليد او نصف الفلوسكاب، يعني نصف ورقة كده تقريبا هي بطاقة القوائم. يا 45 يا 15. لا، ما هو القوائم 45 و15 ده عدد مقاعد القائمة. أيه. عندنا غرب الدلتا 15. أيوة. والجيزة وشمال وجنوب الصعيد كله 45. 45. أسماء ال 45 دول وصفاتهم ورمز رموزهم الانتخابية. لا، رموز القائمة لها رمز انتخابي واحد. رمز واحد. ولكن أسمائهم وصفاتهم اللي رشحوا على أساسها وتبعيتهم لمحافظات معينة، يعني سواء مصريين في الخارج ذوي احتياجات خاصة، عمال وفلاحين، امرأة، الكلام ده كله، وكافة البيانات في بوسترز متعلق قدام باب اللجنة. يعني لوحات إرشادية فيها أسماء القوائم ومرشحينها معلقة بالخارج. كويس. والمفروض إن كل تحالف دعا الناخبين إلى هذه البيانات. نعم. أما ما يوجد في بطاقة القائمة هو اسم القائمة فقط والرمز الانتخابي الخاص بها. ففي الحالة اللي احنا فيها بتاعت بكرة عندنا في أربع قوائم كما أعلنت اللجنة العليا. أربع قوائم في دائرة الصعيد. اللي هو شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأربع قوائم في غرب الدلتا، اسكندرية والبحيرة ومطروح. فهيبقى في أربع خانات مستطيلة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. اسم القائمة ورمزها الانتخابي، وخانة فاضية عشان يؤشر فيها أمام القائمة الوحيدة المطلوبة. يرشح في العلامة اللي هي في خانة فاضية ابداء الرأي، هيدي علامة الموافقة، يعني موافقة على قائمة واحدة فقط. في الفردي هيختار العدد بتاع دائرته. نعم. قد يكون مقعد او مقعدين او ثلاثة او اربع مقاعد. كويس. ولازم يختار العدد ده، واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة. كويس. لو في دائرة ثلاثة واختار اربعة او اثنين خطأ. لو اربعة واختار خمسة او ثلاثة خطأ. الصوت يبطل. يختار فقط المطلوب منه العدد المقرر للدائرة. نعم. بس. لا، بدون زيادة او نقصان. نعم. قائمة واحدة فقط. بالزبط. هل رموز القائمة الأربعة عند حضرتك سواء هنا أو هنا؟ لا، موجودة، كان في أعتقد الفانوس أو اللوتس، زارة اللوتس. يعني مش متذكرهم في الحقيقة. دي مسائل اللجنة العليا خاصة بيها، أنا مش. طيب، إحنا هنحاول برضو، إنه في ناس بعت عايزة تعرف الرموز القوائم. أعلنت رسميا من جانب اللجنة العليا. أعلنت، بس كمان مهم إن إحنا كمان نعلنها النهاردة. لو حد دخل موقع اللجنة العليا من الزملاء هتقولي الرموز الانتخابية بتاعة القوائم الشمال الصعيد وقوائم اسكندرية كمان. يا شباب لو سمحت هتقولي الرموز عشان نعلنها كمان ونحطها على الشاشة عشان الناس تبقى عارفة. وأعتقد في قائمتين مشتركتين في الدائرتين. يعني في قائمتين نازلين في الدائرة دي وفي الدائرة دي. في حب مصر في الصعيد وتيار الاستقلال والجبهة الوطنية صعيد. وحب مصر وتيار الاستقلال ايضا بحري. لاسكندرية. هم دول وحدتين. تمام. اللي مشتركين هنا وهنا. اعتقد. لا، هو كده. يزداد عليهم بقى هنا اتنين جداد وهنا اتنين. نداء مصر في الصعيد وفرسان مصر في اسكندرية. حزب النور. ايوه، حزب النور في اسكندرية. والصحوة. والصحوة في الصعيد. هم دول الاربع قوائم، عشان ما نبقاش ان احنا قلنا حاجة من غير ما نقول التانية، عشان لا اطلاقا. الحياد. لا، الحياد مع الجميع يعني. الحياد مع الجميع. تمام. طيب، الناخب هياخد البطاقتين. ايوه. ويتوجه الى كابينة الاقتراع. في كابينة اقتراع معدنية موجودة جوه مقر اللجنة. ايوه. وارجو من الاخوة مندوب المرشحين انه ما يراعوا ان هذه الكابينة يتأكدوا انها موضوعة على الوضع الصحيح. لان عن تجارب في الانتخابات السابقة كان ظهر الكابينة بيبقى ناحية السيد القاضي، والخانتين اللي بيدخل فيهم ناحية الحيطة. فالناخب بيدخل وراهم ما بقاش تحت سيطرة عين القاضي. قاضي. فيتمكن من اخراج موبايله. أيوة. وتصوير البطاقة. او يعني بقى يدخل ورقة يطلع ورقة والكلام ده كله. فمن بعدها كانت التعليمات، ودي تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ان الكابينه بتوضع داخل مقر الاقتراع، الظهر بتاعها ده اللي هو المستوي ملاصق للحائط. ويبقى الخانتين اللي بيدخل فيهم الناخب قدام القاضي، يعني تحت بصر القاضي. شايف بالظبط. وتحت بصر مندوبين المرشحين. بحيث ان والناخب يبقى مديهم ظهره او جنبه. وهو عاكف على كتابه بطاقه ابداء الراي. فمحدش يقدر يشوف ده، لا يتعارض مع سريه التصويت. محدش يقدر يشوفها بيعمل ايه. نعم.
بس من الممكن ملاحظته لو اخرج تليفون المحمول وحب يصور الورقه عشان يدلل يعني ده ممنوع. طبعا ممنوع ممنوع طبعا، ده يتعارض مع سريه التصويت، وهو هيطلع بره بقى يقول للمرشحين انا اخترتك اهو ده اتفضل. النهارده وحضرتك بتقول لي كده، انا جه لي رسائل من اسكندريه، مشاهدين محترمين بحييكم بحييكم جدا، حزب النور النهارده ادوا جزء من الفلوس وربطوا الباقي يدوه بكره لما الناس تخرج توريه على التليفون صوره ان انا، فحضرتك بتقول لي ده ممنوع. شوف يا سعد، الشعب المصري ممثل في الناخبين المصريين اصبح واعيا ووطنيا الى درجه تبعث على الطمأنينه والتفاؤل، وكل هذه الاساليب اساليب غير مشروعه وتدخل تحت بند الممارسات الغير شرعيه، الى جانب انها غير اخلاقيه وانها غير دستوريه وانها غير قانونيه وان وان الكلام ده كله. نعم. فهذه الامور يعني لا تنطلي على اصحاب الضمير. السيد الرئيس النهارده وهو بيخاطب الشعب المصري عارف بيخاطب مين وبيراهن على مين. سيادته لما راهن على هذا الشعب في قناه السويس نعم كسب الرهان في 7 ايام. فسهل انه يكسب الرهان في يومين اللي هم بتوع المرحله دي نعم، ويومين بتوع المرحله الجايه ان شاء الله نعم، بصرف النظر عن اعاده او غيره يعني. نعم. فحضرتك بتقول لي انه ممنوع انك تصور تاخد تليفونك او طبعًا تصور بيه طبعًا تليفونك معاك لو خرجته ده طبعًا. معناه ايه اجراء قانوني او اخراج اي ورقه؟ لا، لو انا لو عمل حد ناخب طلع التليفون وصور ايه الاجراء القانوني؟ يعني في مواد كتيره في القانون، في اخلال بسير العمليه الانتخابيه في معناه انه قد يكون استجاب لتغيير ارادته الانتخابيه فيبقى في طرف اخر هنا دفعوا الى هذا واشترط عليه هذا ودي ممكن تدفع بقى الى ان في رشاوه انتخابيه او مقابل مادي. كل هذه الامور لو خضعت للتحقيق ممكن تودي الى 3-4 جرائم انتخابيه. كويس. فاحنا هنا كل شيء هيكون تحت بصر اللجنه او القضاه، السيد القاضي، السيد القاضي ومندوبين المرشحين، ومندوبين المرشحين. فاي حد بما لا يخل بسريه التصويت، فاي حد حضرتك بتقول يشوف اخلال بهذه الامور عليه انه تمام يخطر القاضي فورا. هو في امرين اللي هو استخدام المحمول في التصوير او اخراج ورقه اخرى خلاف هذه الورقه او وضع الورقه المسلمه اللي في جيبه يعني ويحط وراها فاضيه في الصندوق. كل هذه الامور دي ممارسات انتخابيه. شوف يا استاذ احمد والساده المشاهدين، الحكومه منذ يناير 2011 او تحديدا من استفتاء 19 مارس 2011 على الاعلان الدستوري المؤقت سعت جاهده لتلبيه كل مطالب اللجنه العليا للانتخابات في اتخاذ كل الاجراءات اللي تجعل من المستحيل التدخل في العمليه الانتخابيه او تزويرها او تغيير معالمها من جانب جهات الاداره او الجهات الحكوميه بالعديد من الوسائل لو جت فرصه نستعرضها ونقارن بينها وبين ما تم اتخاذه على مدار